الإسلامية دار الطالب الزوج. النقطة الخامسة مناول بالجزء على مشروع ملحق تأديبي رقم واحد اتفاق الشراكة والتعاون بين الجماعة الأمنية الاجتماعية لمدة الجماعة الزوج. النقطة السادسة الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة السنة المالية 2025. النقطة السابعة مداولة المجلس حول إحداث الحجز الجماعي. النقطة الثامنة مداولة المجلس حول الاحتلال المؤقت لمثل العام الجماعي بمنتزه العرشات دون سند قانوني. نعم رئيس، بعد التصويت بالإجماع على ميزانية جماعة السهول ومرور 3 سنوات على انتدابكم رئيسا لهذه الجماعة، هل أنتم راضون عن حصيلة 3 سنوات من عمل هذا المجلس الجماعي؟ شكرا أخي الكريم. فيما يخص يعني مرور 3 سنوات على ترأسنا لهذه الجماعة بمعية الاشتغال بمعية مجموعة من المستشارين، فحسب الإمكانيات المتاحة فنحن اشتغلنا بكل أمانة، ونعم راضون على هذه الإنجازات، لأن رغم الخصاص، لأن لو إلا كنا كملنا حنا العمل ديالنا راه ما بقاش، لو كانت أي مجلس كيجي وتيكمل يعني وعنده الإمكانيات باش يلبي جميع الطلبات راه ما تبقاش المجالس، راه ما يمكنش غادي تشتغل وفق الإمكانيات المتاحة في إطار الترشيد وفي إطار يعني الأمور تمشي معقولة. وحنا كمنتمون للهيئات السياسية، الشيء الذي يغيب في المشاهد السياسية هو التأطير، الدور السياسي ديال الإخوان ولا ديال جميع المستشارين ولا جميع اللي كيمارسوا السياسة هو الدور التأطيري. لو قامت الأحزاب وقمنا بتأطير المواطنين يعرفوا ما لهم وما عليهم وما على رئيس الجماعة من واجبات وأمور، وما على البرلماني وما على الوزير وما على كذا، ده هو الإشكال، لأن الخلط ما بالاختصاص هو اللي كيطيح يعني الممارس للسياسة في النواقص. احنا الحمد لله راضون، وحنا في يعني في دائما الوجود ديالنا مع المواطنين، أمور اللي هي من الاختصاص ديالنا كنأديوها بكل أمانة، والأمور اللي هي ماشي من الاختصاص ديالنا تنساهموا فيها مع على أعلى مستوى، والأمور راه غادة. نعم هناك تحول كبير. نعم هناك الحين السعودية تشهد بذلك في إطار شمولية يعني البنية التحتية، طلع واحد التغيير كبير. هذه ماشي احنا بعدنا، يعني المعادله ككل، سواء الجهه سواء المجلس الاقليمي سواء السلطه الاقليميه، يعني كل شيء ساهم. يعني من تكون معادله متكامله ضروري كتكون نتائج اللي هي حسنه او مستحسنه في في في, في, في يعني على الواقع. نعم هناك يعني كاين مجموعه من الامور طرأت، مجموعه من الامور، لان هادشي ديال دابا نبداو من الاخر حنا ونرجعوا، هادشي ديال النقل المدرسي رغم انه فيه بعض الخصص فهو جد جد موفق، لا بالنسبه للاسطول ولا بالنسبه للشكل ولا بالنسبه، ولكن ضروري من النواقص، لا بالنسبه لي بريسكولير هذا التعليم الاولي كذلك ولا بمجاني اللي ساهم فيه الجميع وساهمت فيه الجامعه بالقسط الكبير، يعني بالنسبه للوعاء واحد مجموعه من الامور، لا بالنسبه للمدارس، لا بالنسبه للربط بالماء والكهرباء ديال المدارس، لا بالنسبه للاصلاحات ديال المدارس، لا بالنسبه للطرقات، فساهمنا بالكثير في هذه البنيه التحتيه ديال السول، وكذلك في الامور الاداريه. تواجدنا ما عندناش الحمد لله بالنسبه لنا ما عندناش شكايات ديال المواطنين، ما عندناش يعني وثائق تتبقى ملقاة علينا يعني في الجماعه، عندنا اللي طلب شي حاجه من حقك يديها،
في الوقت ديالها، هذا التسريع هذا قرب الاداره من المواطن، واحد مجموعه من الامور، هذا الشيء اللي كيبغي المواطن في ظل اختصاص وتحت مظله القانون. الاشكال اللي بدا تيغيب علينا علينا كاملين هو تأطير المواطن، وكتخليه عرضه للناس اخرين كيدخلوا له واحد الخلفيات اخرين. المواطن خصو يفهم اشنو الدور ديالك باش ما يلومكش، ولا ما فهمتيش الدور ديالك غيدخلوا دخلاء اللي غيشرحوا له بانك انت يمكن لك. دابا كاين الناس اللي كيحملوك، الناس اللي هما كيحملوك انت كلشي، كلشي كيحملوك الامور اللي هي كبر من ربما كي اوكي ربما كاين كيحملوك امور اللي هي فوق رئيس رئيس الحكومه كاع دايروك انت هو ما يعني كاين. وهذا شنو هو كيستغلون، الله يعفو على الناس اللي كيستغلوا المواطن البسيط من اجل يدخلوا له شي امور. ولكن حنا الحمد لله بالقرب من المواطن في المآتم وفي المسرات، هادشي لا يخيفنا، احنا مع المواطن ومن المواطن. احنا في اطار التأطير فعلا راه الاحزاب السياسيه ولا النشطاء السياسيين ناقصه هاد المساله ديال التأطير، لان اثر المواطن. المواطن شنو جاوبوا في التليفون، هضر معاه هذا وجاوبوا، الا كانت شي حاجه ماشي من حقه اشرح حاله. وديك الساعه راه لانك انت تشتغل وفق تحت واحد المظله ديال القانون ما يمكنش تخرج عليها، لان وانت هذاك القانون راه ماشي غادي نشتغل معك انايا ونجتهد معك نمشي نبدل القانون، ما يمكنش. هذيك داز من التشريع، داز من واحد الامور هذا يمشي، ولكن الامور اللي هي كتخص الجماعه ما عندناش المشكل. واخا كاين 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 شي حوايج اللي فيهم النواقص حنا تنشتغلوا عليها، تنشتغلوا عليها من اجل التحسين ديال الامور ديالها ان شاء الله في المستقبل. واهم شيء حنا عندنا طابع قروي، كنتمناو ان شاء الله هذا العام يكون عاما سنه ممطره، يجي شي عام فلاحي بامتياز اللي ينسينا وينسي المواطنين الازمات اللي دازت، ونزيدوا بقبيلتنا اللي قدام ان شاء الله. وشكرا.